يلا نبدأ المحاضرة بقى بالأسئلة، وفتفوتة فتفوتة نحلها. يلا، ده الشغل بتاع الحاجة لينا. فين هو؟ قولي لينا. أفكر. سامعك سامعك. أوكي، أنا أول شيء البداية عندي كان نقص ما في عندنا واجهات، اوكي، فموضوع المكان الارتفاعات وموضوع مكان الشبابيك، حلو قوي. بص بقى، فاخترت انت عندك أول شيء. في اصل البلان اللي موجود عندك ده، انا مش مديك الا ايه اللي مديك الا بلان. هو اولا دي الفيلا اللي هي دي نموذج اف من فيلا مدينتي، خدت بالك؟ اللي هي دي، يعني انت لو دخلت على مثلا مدينتي دوت كوم ولقيت، هتلاقي دي نموذج اف. هم عاملين فيها ايه؟ حاطين فيها بلانين، البلانين مختلفين تقريبا عشان ما حدش ياخد بلانات، حاجه زي كده يعني. المهم ان انت عندك ده البلان اللي هو المتاح بالنسبه لك، خدت بالك؟ مقاس الاوضه كذا كذا، لكن مكان الشباك وارتفاعه ما هوش موجود، خدت بالك؟ بالضبط. طيب انا اعمله ازاي؟ فده هيكون افتراضي على حسب شكل البلان، ما هو موجود لا اكثر ولا اقل. ده دي الحوسه الوحيده اللي احنا ممكن نقع فيها، لكن اصل البلان بيبقى موجود فيه مكان الشباك وارتفاعه قد ايه، وطبعا تفاصيل طبعا. ما هو انا اللي وقعت فيه اني عملته بروبولين، اه وبعدين انتبهت انه الشباك اذا انتبهت تحت على طرف اليسار هاي اه المنطقة اصلا هي داخلة، وانا اوريدي قصيت فما قدرت حلو. اطلع تاخدي زيتونه، فهيتشوه. تاخدي زيتونه بخمس درجات ليكي. ايه اوكي طيب بص اكيد. بقى، حلو. احنا خدنا ان انا اروح اشتغل ايه يا اولاد؟ اشتغل ان انا اروح اجيب بلان من الكاد، وده الاصح على الاطلاق بالدايمنشنز بتاعته واماكن الشبابيك زي ما كاتلينا بتقول وهكذا. ده الريفرنس بتاعي حتى لو مش هرفعه يا فندم. يعني انا مش هروح ادخل بلان كاد يا عمرو من الماكس واروح اعمله اكسترود، هو ده مش وارد او وارد، لكن مش هو ده كل حاجه. طب انا ممكن احط البلان عندي يا لينا في الارض واشتغل واجهات. ايه ده يعني ايه يا لينا؟ يعني انت ممكن تكون انت رسمه الواجهات دي جوه الكاد، خدت بالك، وتدخليها على الماكس واجهات مش 3 دي، او ايوه تكون رسمه البلان كمان عندك على ايه؟ على الكاد وتدخليها على الماكس. طب انت هتشتغل ازاي واجهات؟ حاول دلوقتي انت عندك هنا اهو، انا محتاج كله بقى ايه وده معايا. يعني انا عندي البلان ده كده في الارض، بلان الفيلا اللي انت رسماه. طب وهاجي اشتغل مثلا الجنب اللي هو انهي؟ الجنب اللي هو الجنب اليمين مثلا، اللي هو ده. ايه هتشتغلوا ازاي؟ يا اما هتشتغلوا هنا جوه الماكس، يا اما هتروح انت تكون جايبه اصلا من الكاي. فهاجي اروح جايب هنا ريكتانجل. نيرة انت هنا يا نيرة؟ مع حضرتك يا دكتور. اهي. طب ثم معنى انت يا اما تجيب البلان الواجهه جاهزه، يا اما هترسميها هنا. فانا كده مثلا كأن انا هرسمها هنا، واجي بس نغير لونهم او خليهم، واجي هنا كده من موديفاي وامشي نفس الموضوع اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. ادي اديت ماشي يا عمرو، سوري اديت اس بي لاين يا عمرو اهي، وهعمل هنا اتاتش عشان يسمح لي ان انا اروح اعدل فيهم. حاضر. واجي من هنا كده ادي اس بي لاين، ثم هروح جاي واخد من هنا ادي ترام، او اوفر على نفسي واجي اخد بوليون اهي واقول له اطرح اطرح دي منها. يبقى انا كده وفرت موضوع الويلد خلاص، اللي هي لحام النقط. طب ثم طب ده الجنب، فين الشبابيك؟ حاول حاجه هنا كده، اروح جايب شباك برضك. انت خلي بالك، انت يا اما ترسمي الواجهه هنا اهو، يا اما انت بتجيبيها جاهزه منين؟ من الكام. فانا عندي ده ريكتانجل، ثم هجيب ادي سيركل بالسناب، واروح جاي برضك تاني يا عمرو. عمرو انت معايا يا عمرو صح؟ عمرو موجود. فنان. ايوه موجود. انت ايه مالك قافل ليه كده النهارده؟ لا والله زي شكلك ما اتغديتش يا عم. لا اتغديت وواحد نسكافيه جنبي والدنيا كلها زي بس الفل. كده تمام، انت بتسكتني بس يعني. اه كل حاجه تمام خلاص تمام لا يعني. تقلق خلاص ظبطنا السيستم. طيب تسلم يا دكتور. بس كده. بص حاجه كده، واروح جاي هنا موديفاي، واروح جايب هنا اديت اس بي لاين. ثم حضرتك هتيجي تاخدي من هنا كده يا لينا، واروح واخد اصل الشيب التاني، واجي ابتدي اتعامل ادي سيجمنتس، واروح ماسك الاضلاع دي واقول له ديليت واقفل، واجي هنا كده ادي فيرتكس، واروح ماسك البوينت دي كده واقول له هنا ويلد لو سمحت اهي. ايوه انا مش فاهم انت بتعمل ايه، انت كل ده شغلته دي بدل الكاد؟ لا انا ممكن اشتغلها كاد وممكن اشتغلها هنا، انا يمكن بعيدها هنا كده عشان لو في حد مش شغال كاد ممكن يعملها هنا، بس الادق والاصح على الاطلاق ان انا اشتغلها كاد. ماشي. فده ادي الشباك اللي هو ده، واجيب هنا مثلا ادي شباك تاني. وكان عندي هنا حاجه لينا تحت كده، كان في كام واحد؟ لا في اه كان في في ثلاثة جنب ثلاثة بعضهم، اوكي، وفي ثلاثة ثلاثة كلاب. كمان جنب بعضهم. ماشي حاضر. وكان في عندي هنا كده واحد فوق كده، ثلاثة برضه، وكان في عندي واحد لوحده، اوكي، وكان في عندي تراسين او في فراغين كده على جنب،
اللي هم ممكن بدل ما ارسمه تاني ريكتانجل كأن انا هجيب هقيفهم، يعني هقيفهم يعني هحاول اظبطهم بس نكسب وقت. هاخد مثلا ده كده واجي هنا كده موف واروح رافع النقطة دي كده مثلا مثلا. انا ما قدرت اعملهم لانه كنت عامله بروبولين اه وكان حيصير ما انا مشاكل. هقول لك بقى زتونة كبيرة بقى دلوقتي. انت عندك من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا اللي هي من المشاكل ان العميل يغير في رأيه، يجي يقول لك لو سمحت حط لي شباك فوق، طب غير لي الشباك، غير لي مكانه، غير لي حجمه. طب انا ايه الحل التاني؟ ان انا اشتغل واجهات كلها 2D، ثم حاجه اعمل اتاتش لمين؟ لكل الاشكال 2D اللي هي ايه؟ اللي موجوده، اللي هي قصدك كل شبابيك. حاضر اهي. طب ثم تخيلي انت لو جيت يا لينا من هنا وجيت قلت له كده يا نيره اكسترود، هيعمل ايه؟ هيعمل الشبابيك. طب جالك الحاج بقى العميل قال لك ايه؟ طب لو سمحت، طب انا عايز صف صف شبابيك تانيه لينا فوق. حاضر. نرجع حاجه تسنيم، للستايل. اه عايز ايه تاني يا باشمهندس؟ عايز دي اه نسخه تانيه فوق. حاضر اتفضل. وهو قاعد مش محتاجه في وقت يعجبوك كده؟ لا 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 الاول احسن. حاضر امدو دي ما عندكيش مشاكل. طب غير لي شكل الشباك. آه والله انا محتاج ان شكل الشباك ده يكون كورنر. حاضر. وهو قاعد مش محتاج وقت يا عم. ادي اكسترو. يبقى انت اولا، طب لا مش عاجبك اندو، يبقى انا كده حميت نفسي من التعديل الكتير بتاع العميل، وفي نفس الوقت خلاص انا بعدت عن امر بروبوليان خالص. طب معلش احنا عندنا زنقه دلوقتي، عايز ايه؟ طب الشباك الوقتي اللي هو اللي موجود ده هتعمله ازاي؟ هقول لك طالما دي 2D لينا كده، فانا من حقي ان انا اجي في اي وقت يا عمرو كده شفت واروح واخد ليه كده اهي. اذا انت خدت نسخه من الاوتلاين، اه ما هو 2D براحتك. ثم حضرتك هتيجي من هنا كده وتعمل لها ديتاتش. ديتاتش، افصل اهي. بس في حاجه لينا دايما الناس دي بتنساها دلوقتي، انت عندك ده البيفوت في النص، اه طب البيفوت بتاع ده فين؟ من نعمل سنتر. اه طب ما انا اجي هنا عادي هيراركي افكت. انت بتساعدي نفسك او ان انت بتخففي على نفسك المشاكل. طب ثم ارسم بقى الشباك. ماله الشباك؟ حد قابل مشكله اولاد في الشباك؟ لا طيب هاجي من هنا كده واروح جاي هنا، ادي اوت لاين، وقولوا لي برضك هل انتوا عملتوه كده اه ولا، وكم اوت لاين؟ الحق معلش الحق، ده مضلع وقتي على طول. حضرتك تروح انت داخله وقايله له أدعمك. انتربليشن وادابتيف. حاضر. طب ثم في عندك يا عمرو هنا كده تاني. عمرو انت ما اشتغلتش الفيلا خالص صح؟ اشتغلت فيها بس ابتديتها في الكاد تمام لقيتها طالعة شكلها مختلف تماما، طيب فاكتسبتها ودخلت على التاني ومكملتهاش بصراحة. اوكي. فهاجي هنا كده واروح جاي هنا كده واخد مثلا نطير شكل الشباك فين؟ هطلع هنا كده فايل اوبن اهي، وتجيب الصوره جنبك زي ما تدينا اي عامله في الصوره اهي. اه ده الشباك نفسه القوائم ده، انت بتاخده وتدي مع نفسك القوائم طوليه لحد الاخر. طب عادي جدا، ايه المشكله في كده؟ هروح انا جاي هنا سيجمنت واجي هنا كده اقول له ديليت، ثم حضرتك هتيجي هنا كده واقول له لو سمحت اديني هنا امر اسمه اكستند اهو. اكستند ده اللي هو بيمد الخطوط زيه زي الكاد اهو. حاضر. الحقيقة ده في نقط زياده لينا مش عايزينها، ديليت. اه تخلصي منها وقتي انا عشان مش عايزين مشاكل. طب ترمات اس بي لاين، وحضرتك هتيجي تاخدي من هنا كده ادي ترام واروح واخد دول اهي. طبعا الكلام ده يتعمل على الكاد في ثواني واسهل بكتير يعني. واجي هنا كده واروح جاي قايل له والدي لو سمحت، واتخلص من النقط اللي هي كلها فيها نقط خضراء دي خليها كورنر. حاضر اهي تمام. طب ثم طب ما ده في قاطع في النص، ماشي هات ريكتانجل. يعني كانك انت بترسمي ده كشيب 2 دي، ثم هتروح تعمله اكسترود. العقبه الوحيده اللي ممكن تقابلك ان انت تكوني تنسي امر ويلد، يعني بعد ما امسك الشيب واجي موديفاي واجي اولاد من هنا اروح جاي واخد هنا اتاتش واروح واخد دي كده واجي هنا ادي اس بي لاين، وتيجي تقول له مثلا من هنا ادي ترم واروح مقصقص الزوايا دي يا عمرو كده اهي، وبرضك بتك عليها تاني يا عمرو ان انت عندك في الكاد اسهل اهي كده. ثم حضرتك هتيجي تاخدي من هنا ادي فيرتكس واجي اقول له هنا ادي ويل. اي ماشي. يا نهار ابيض، هو انا لسه هعمل كل الشبابيك دي يعني في هعملها خطة ازاي؟ زيادة يا دكتور، اه اجي هنا كده كورنر بوينت فين؟ اه ده انا خطة ما زيادة هنا. نسيت اهو. تعالى هنا كده واجي اقول له هنا كده اس بي لاين، ده يعمل لك مشكله ما يخلوش يطلع. اجي امسك ده كده واجي اقول له هنا ويل. طيب هعمل بقى الباقي ازاي؟ ممكن استنصح على الرسمه يعني. لو انا شغال هنا في المكتب هاخد البوينتس دي كده واجي اعمل لها موف فوق، وهاجي هنا كده الاس بي لاين اللي انا خلصتهم وتمام التمام وعامل لهم ويلد وكل حاجه، ممكن اخد منهم نسخ كده. حد شايف؟ طب يعني ده قصدك ده هيتعمل له اكسترود؟ بص ادي الشكل اهو اللي هو ده، واجي اقول له هنا كده لو سمحت اعمل هنا كده ادي اكسترود.
ده طلع. ايوه طبعا لازم غصبا عنه لازم يدفع. اه وادي دخلت واحد، تعال نديله لون مختلف خلاص. طب هتعمل بقى الازاز ازاي؟ هتروح انت واخده نسخه من ده اهو، نشيل ال واشيل الاوت هنشيل لاين كل الخارج الاس بي لاين اللي هو ده، وقوله دي واجي اعمل الاكسترود بتاعه اهو، واخلي ده كده بوينت 4. طب معلش هو تقيل قوي كده، طب ما كليك يمين لحد ما ناخد بس الماتيريال بروبرتيز اهي، وقول لو سمحت خلي لي الفيزابيلتي بتاعتك مثلا بوينت 3. حلو كده. اه هاجي هنا كده بالسناب، واروح جاي واخد دي كده هنا كده، واروح مركب، واروح ماسك الاثنين واجي اقول له هنا جروب لو سمحت، واجي هنا كده بالسناب برضك وقرب اهي، اقربها بس اهي اندو. يمكن لأن ثلاثة اه نعم ما حاجه كده اهي، اقربها بس واروح جاي واخد دي كده. اه طب ماشي، بس انت نسيت موضوع الجبس. ايه الجبس ده؟ الجبس ده اللي هو اللي على الواجهه من بره. طب تفتكر انا هعمله ازاي؟ يلا بنفكر بسرعه عادي. ممكن نشيل كل اللاينات من تحت ونخلي الكيرف اللي فوق ونعملها ممكن أصلاً اكسود بس اه بس انا ممكن هاخد الشيء. نعمل كوبي لللاين اللي فوق ايوه الكيرف جدع اللي فوق جدع. اه ونعمله معنى ديتاتش. اه بالظبط، يعني انت ده الشباك بتاعك اهو. حاضر. طب ما انا هاجي اخد، ممكن طالما معايا ده 2 دي يا اولاد كده، ممكن اجي اخد اس بي لاين نسخه تانيه من ده شفت واطلع. حاضر. هو هذا قصدي بنحذف اه تحت وبيطلع خلص هو بالظبط. نص اه لفة مو بصي طالما كثير. انت اشتغلت 2 دي فكل السكك مفتوحه بالنسبه لي، يعني كل الخطوات وكل الحلول مفتوحه بالنسبه لي. حضرتك هتيجي تاخدي ده من هنا، واجي هنا كده سيجمنتس، واروح جاي مطير ده ديليت، ثم ادي الفيرتكس تاني يا عمرو اهي، واجي كليك يمين كورنر واطلع بيها فوق، ثم هاجي هنا ادي اس بي لاين، ثم حضرتك هتروح انت جاي واخد من هنا كده اوت لاين، ادي الجيومتري اهي، واجي اقول ادي اوت لاين الجبس اهو، ثم ادي هنا كده ادي اكسترود اهي، تخنتك فين اهي، هاجي هنا كده اللون نخليه هنا ابيض. طب ثم هبتدي ان انا اروح اخد دي اشوف اي نقطه بالسناب واقرب منها لليمين، هاخد فيرتكس بس. اه الحق البيفوت هنا على هيراركي افكت بيفوت سنتر، اقفلها واجي همسك ده من هنا كده اهو اقربه بس. الحق ده مضلع، ارجع تاني لاصل الاس بي لاين، ما تسيبش حاجه غلط لحد ما انت ايه تظبطها، وما تقولش ان انا في الاخر هظبط الكلام ده، الكلام ده ما بيحصلش يعني اهي. عنده وممكن اعمل لوك بقى، يعني طالما هي قافله معايا كده اجي اعملها هنا لوك. لوك يعني ايه؟ القفل اللي موجود من تحت ده اللي هو بيخليني ماسك الاوبجكت اي مكان، المكان اللي انا ماسكه فيها. هات شايف لوك على الكتف. انتوا معايا يا ولاد ولا فين؟ هو انا مش فاهمه اللوك ده بيعمل ايه. طب انتوا خضتوني، بس انا قلت ان اتقطع ولا حاجه. اللوك لا ده لا ما بيخليك حتى لو انا دوست على حاجه يتمسك، انا ماسك الجبس ده خلاص، دوست على الحيطه دي هيتحرك الجبس برضه. انا عملت لوك على الكتله، تمام واخد بالك؟ وصلت. ثم وصلت. ابتدي ان انا اتحرك بده كده، تخانتك ايه يا عم حاج؟ تخانتك مثلا 3 او 2 سم على حسب، وابتدي ان انا اخد ده وابتدي ان انا ايه ادرزه عندي على اللاب. طب معلش الجلسه دي هعمل فيها ايه؟ ايه الجلسه دي؟ لا صورة ايه أصلا الجلسه دي؟ انا مش فاهم. حته الجبس اللي موجوده او الخشب اللي موجوده من تحت، طب ده ما فيهاش بقى اتكلم على دي، يعني يعني فرضا هاي انا أنا عايز عملت بروفايل وأخذت سويب على او ناحية مو او السويب. او خلي بالك امر سويب. اه يعني ممكن اجي هنا كده ادي اللاين، واجي هنا كده بالسناب 2.5 وهمشي من هنا كده على هنا. طب ماشي. ثم ده فين ده؟ اهو اطفي السناب اللي موجود عندك ورا اللي هو. طيب ثم حاجه هنا كده من موديفاي واقول له هنا اس دبليو، يا اما اروح اجيب سيكشن جاهز يا اما استخدم السكاشن اللي موجوده هنا بالفعل. خدت بالك وايد الثيكنس بتاعك اهو. السكشن نفسه مش حلو، هخليه مثلا ريكتانجل اهو بار. يا كل ده لا، ما انت بايديك ان انت ممكن تغير الثيكنس، ممكن تغير الايه اللينث بتاعه. انت عايز ترسم سيكشن بمزاجك ارسمه، مفيش مانع. يعني انت لو في سيكشن مطلوب منك خلاص ارسمه. وصلت كده اسهل؟
عشان بروبولين طب كتير كده كتير. بروبولين، بروبولين ده ياخد وقت قد ايه؟ وكده بالطريقه دي كده تاخد قد ايه تقريبا؟ يعني انا اوريدي رسمت شبابيك 2D على اه 3D ماكس 2D، اوكي تمام وعملت وانا بروبولين كمان والاكسترو، وتركت لهم نسخة عشان الشبابيك كمان بعدين، ماشي. اه فاخذ مني وقت اكتر. كتير. اه طبعا. وبعد كده في حاجه لو جالك العميل قال لك لو سمحت مش هندسه عدلي لي كذا، تعملي ايه؟ مستحيل عيد بقى ممكن تاني. تعدل بسيط، اما اكتر من هيك بيتشوه الشكل. لا وغير ان هو بيتشوح هتبقى انت مضطر يا عمرو ايه اخش اجيب من الكاب واجيب البلان وارفعه تاني. طب هو انا مش بقول لك ان الطريقه التانيه دي وحشه، لا انا بقول لك ان انت عندك مجموعه بدايل وانت اللي بتقرر امتى اختار مين، امتى ينفعني فين. انتوا حد معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب ايوه مع حضرتك. ساكت انا محمد علاء. ازيك يا منى؟ ازيك يا حلا؟ هلا يا هلا. ايوه يا دكتور، مع ازي حضرتك انتوا يا كنتوا دكتور؟ فين يا حضرتك رجاله؟ ايه انا اللي موجودة من اخركم كده؟ بدري. لا من بدري ما سلمتيش عليا. انا موجود من اول محاضره يا دكتور وسلمت سلمنا على والله. حضرتك. على سلمت عليا؟ طيب براءه. هلا بقى كده اتدبست ايوه في ايوه تسكين. وانا قلت على فكرة سلمت على حضرتك. طيب يبقى كده انتوا الاثنين براءه. طب اللي انا قلته ده مفهوم طيب ولا حد يحب يعيد حاجه؟ لا مفهوم، بس هي المشكلة الوحيدة بس اللي هلا واقعة فيها مثلا، انه ما بعرف فكر بالطريقة الأسهل، لسه عم فكر بالطريقة اللي أنا تعبت فيها. بالظبط. فاحنا ده ايه الحل بقى بالنسبه لنا؟ كتر المشاريع اللي احنا هناخدها تمام، وانت بتحلي وبنطلع فكره وانا بحل وبطلع فكره وانت بتقيمي انهي اسهل، هو ده الاصل، هو ده الاصل في الموضوع. في بعض الناس بتيجي تعمل ايه لينا؟ طب انا مش عامله ولما اشوف الراجل ده بيعمل ازاي. لا انا مش عايز كده، احنا مش هنمشي بمخ حد حتى لو انا. انت تمشي ما تمشيش الا بمخك انت، انت فاهم انا اقصد ايه؟ الاسهل بالنسبه لك انت، الاوفر في الوقت بالنسبه لك انت، حتى لو خطواتها اطول شويه وانت مقتنعه بيها فانا موافق عليه، بس انت القرار يكون بقرار مين؟ قرارك انت. يعني هقول لك مثلا ده مثلا عندنا ده تاسك من ضمن التاسكات اللي انت هتدبسه فيها النهارده يعني. بصي انا قلت لكم اعتقد المره اللي فاتت. لا أنا لسه بكير عليك. لا ما فيش بكير على فكره، بكير دي حلوه قوي على فكره. ماشي بص، هي بكير دي اللي هي بدري يعني صح؟ ايوه طيب بص انت عندك ده كطريقه تفكير، هل ده ينفع ان هو يكون بلان ويترفع؟ لا مستحيل. خالص لا ما فيش الكلام ده يا فندم خالص. ده انت عندك ده اسهل من الفيلا بتاعت مدينه. ليه الكلام ده؟ لان انت بترسمي يونت وانت طالعه اهي، وانت طالعه كده وبعد كده بكررها يمين وشمال بقريه، انت فاهماني؟ يعني ده اسهل من مدينتي. تخيلي بقى شفتي السور اللي تحت لحاله شبابيك، العدد اللي فيهم كم؟ عدد جدع، برافو عليك. يعني انت هترسمي يونت واحده وانت طالعه والكلام ده هيتكرر معاك يمين وشمال، لكن مش هيبقى بنفس الاسلوب ده. ادي البلان بتاعته اهي، قولي لي بقى هل ده هيعمل اعمل البلان واقول له اكسترود؟ والله ولا ينفع. انت فهمتيني مستحيل. اقصد ايه؟ يعني انا بالنسبه لي ان انت تفكري وتحلي الكتله احسن من ان انت تروحي تحلي تشوفي فلان ده بيعمل كذا، اه يعمل كذا واقتنع اه او لا. يعني انت من حقك ان انت تقتنع باللي انا بعمله اه او لا، ده حقك المشروع. طب بلاش. والكلام ده حتى لو مش مشروع انا كده كده بعود العيال عليه عشان بس يبقى هو دماغه هو نمره واحد، دماغه هو مش دماغ حد. يعني هقول لك مثلا، طب دي مبنى مثلا مباني زي حبيب، تفتكر ده بلان وترفع؟ لا طبعا مستحيل. مش ممكن طبعا. لا طب مستحيل. بلاش دي، ودي هناخدها برضه حاجه. اقول لك طب لو سمحت باشمهندس ده المبنى بتاعي او دي الواجهه بتاعتي، ده بلان وترفع؟ أكيد لا. يبقى انا كده عندي ايه؟ لازم اكون انا جوكر افكر ازاي الكتله تتحل عشان احلها. وصلت؟ وصلت. مش بدماغ حد، بدماغنا احنا، بدماغك انت، سيبك مننا حتى انا شخصيا. طيب تعالى بقى نرجع تاني، ادي الشكل وادي الجنب. طيب كان في حد من زمان دلوقتي بيقول لي اعتقد نيره بتقول لي على موضوع الجبس او تسنيم، تاني تسنيم انت هنا تسنيم؟ اه يا دكتور طيب انت عضو قلت لي مفصل. اه انت اللي قلت لي على موضوع الجبس، الحليه الجبس صح؟ آه لا هو انا لسه ما عملتهاش اصلا. طيب في حد منكم قال لي موضوع كورنيش الجبس؟ طيب بص احب ابعت لكم اللي انا عملتها دي ولا مش ماشي. محتاجينها؟ مش مهم. اه لا حضرتك بعدها. بس بتسكين زياده دي. طب من غير ولا تاسك ولا حاجه. بص انا كده بعتها. بص بقى نيجي بقى لموضوع الايه اللي هي الكورنيشا جيبس، وتعالى نرخم فيها شويه. هو احنا محتاجين يا عمرو ان انا عشان اروح اعمل كورنيشا زي دي محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، محتاج سيكشن وباس.
ايه السكشن ده؟ اعتقد ان انا كنت راسم لكم واحد المره اللي فاتت، متهيألي يعني، صح؟ اه كان كنت بعت لنا واحد بالفعل. متهيألي يعني. فين هو بدل ما نرسمه تاني؟ متهيألي واحد من دول، صح؟ حد فاكر ولا؟ لا ما فاكر. طيب مش مشكلة، عشان حتى لو في حد من زماننا ايه ما كانش موجود هعملها تاني. بس انا هاجي هنا كده الفرونت، واجي هنا كده اخد السناب 2 دي، وهاجي اخد جري بوينتس وفيرتكس، وهاجي كده عندك يا عمرو، اروح جاي واخد يا محمد كده. وطبعا السنون دي كده مش بالحب، انت عندك كل سنه منديلي مقاس، وهاجي هنا ارك مثلا اهو، وهاجي هاخد لاين من هنا كده اهو، وهاجي هاخد ارك تاني اهو، وهاجي همسك القصد حط في السناب، واجي هنا كده من موديفاي، وهاجي يا اولاد من هنا اتاتش مالتيبل اهي. لو انا شغال سريع والناس دي انتوا اول مره تشوفوه الكلام ده، قولوا لي بالراحه مفيش مشكله، انا بعمل الكلام ده سريع عشان الكلام ده قديم. في حد ما شافش المره اللي فاتت؟ ايوه انا يا دكتور ما حضرتش اللي فاتت. طيب لو انت ما لقطتش حاجه قول لي، يعني انت عشان الحاجات دي احنا ايه طحنا فيها المره اللي فاتت كتير يعني. لا فانت لا لو مع حضرتك. يعني لو في حاجه مش ما يهمكش، مش قضيه ان انت ما حضرتش. تمام يا دكتور. واجي اعمل هنا كده ويل، واجي اروح جاي ماسك دي كده النقط، وحضرتك تروح انت جاي عامل ايه يا تروح جاي عندك يا محمد عيال، تنسى ايه؟ تنسى ان انت عندك البيفوت فين؟ هنا. هو انت مش هتتعب ولا حاجه، ما تيجي تاخد البيفوت هنا اهو، وتروح انت جايب السناب، وتروح انت جاي مطبقه يا عمرو عندك من فوق. ليه؟ عشان يطبق معاك مع السقف كمقاسات وكدايمنشن كمان، ويطبق مع الحيط، يعني مش هخسر حاجه. طيب تيجي بقى هنا كده. طب انت رحت رسمت السكشن، حاضر. فين بقى البلان بتاعتك او المكان اللي انت هتركبه عليه؟ حاجه هنا كده، وتعالى نرخم فيها شويه الواجهه دي، حاجه كده بالاورثو اهو، وتعال نعمل كذا دخله وكذا طالعه ونرخم فيه بزياده يعني كده بقى. ماله ده؟ دي واجهه. فانا هاجي هنا كده ادي اس بي لاين، واجي اقول له اوت لاين، واروح اعمل الثيكنس بتاع الحيطه، واجي اروح جاي اعمل له هنا ايه، ادي اكسترود، وارفع الكتله بتاعتي. طيب مين يفكر دلوقتي حالا، طب هو الراجل ده ليه ما خدش نسخه من الفاص او فرق؟ مين فكر في الحته دي؟ نسخة من شو؟ مش انت عشان تيجي تركبي الكورنيشه لازم يكون في باص هنا؟ أيوة طب هو فين؟ هو موجود نفس لا مش اللاين. موجود، لسه ما رسمتوش. هو أنا في شي ما فهمت الصراحة اقول يتسرق. لك، مش انت المفروض عشان تركبي السكشن الكورنيشه ده مش انت محتاجه باص يكون ماشي على المكان؟ أيوة صح؟ أيوة أنا هي شوي واجهتني الفكرة المشكلة ما بدنيش. فانا آه بسال هي اوريدي فانا بسال سؤال، ليه في حد منكم كان فكر ان انا اخد نسخه من ده قبل ما اديله دبل لاين؟ أنا طب ما انا اقصد الكلام ده ليه؟ عشان اوري الناس اللي هي ما شافتش موضوع السناب، لما اجي اشتغل هنا شيب 2 دي يا عم على شيب 3 دي، يبقى انا هاخد ال 2.5، عشان لما اجي القط من هنا كده اهو هلقط لاين. يعني لما اجي اشتغل 2 دي على 3 دي يا عم، واجي من هنا كده يا محمد، اروح واخد من هنا فيرتكس اهي، يا تسنيم اهي، هتشايف؟ يبقى انا كده شغال 2 دي على 3 دي اهو. حلو كده بقى، انا معايا الحاجتين، معايا الباث اللي هو 2 دي اهو، ومعايا السكشن اللي هو ايه 2 دي برضه. طب ايه خطوات امر سويب؟ يلا اللي بيفكر معايا، ندخل بس نختار أول شيء بختار الباث، ثم هاجي هنا من موديفاي واقول له اس دبليو اهي، شوية واجي وبعدين اقول له من نختار هنا يوز كاستم سيكشن، واقول له بيك، واجي بيك اخد ايه السيكشن، السيكشن بتاعه لونه احمر، لا نخليه ابيض مثلا، مونتاز صح؟ راكب مظبوط صح؟ مونتاز صح؟ لا اهو داخل لا اهو داخل مونتاز، جوه عشان انا بقول لكم مونتاز بالنون اهو، صح كده؟ داخل اعمل انا ايه بقى ساعتها؟ جوه امر سويب انت في عندك هنا حاجه اسمها الاين اهي، هتشايف؟ الاين تو ليفت، الاين تو سنتر، الاين تو رايت، هتشايف؟ ظبط؟ تمام. طيب حاجه تانيه بس عايز انوه عليها، اوعى السكشن ده تستغنى عنه ابدا ابدا في حياتك يعني.
تخفيه لكن ما تلغوش. طيب كده انا رحت ركبت السكشن عندي في المكان ده، حد شايف؟ اه، وبايت صح، يعني ما حدش يروح يعمل ريسكيل ويحاول يجرب الريسكيل، مش هيظبط معاه. طيب بس هو دلوقتي عمرو عنده مشكله دكتور، معاه، فاهم؟ انا جيت احاول اغير مقاس السكشن عشان يعني اصغر لا لا، الكورنيشن، ده سؤال مش تاني في يظبط. ده سؤال في منتهى الاهميه. يعني انا دلوقتي لو انا جيت لي هنا كده، ارجع تاني بس ده كده، جيت مسكت السكشن وجيت بامر هنا سكيل يا عم، جيت يا محمد عملت كده، ولا هيعبرك، شايفه؟ طب ايه هو الحل؟ حاجه من اتنين. ريسكيت بقى مع الفيرتكس. بالظبط، حاجه من اتنين، يا اما اروح هنا اجيب امر سكيل وانت واقفه من هنا جوه اديت اس بي لاين، اس بي لاين اللي هي دي، واروح اعمله هنا كده ريسكيل. بصي يعني، بس خدي بالك ده كده هيبقى بالحب، هتشايف هو يكبر ويصغر، تمام، بس يعني لازم ادخل جوه الاس بي لاين عشان اعرف اغير. بس خدي بالك ده بالحب. يعني ايه الكلام ده؟ مش مقاس، لكن لو انت عايزها بمقاس زي ما عمرو قال، ريسكيل وورد يونتس اللي هي دي، لو حد منكم فاكرها، ولا اللي هي عايز تصغره قد ايه لو سمحت؟ مش السين كله، لا سيلكشن، عايز تصغرها للنص، يعني خليها مثلا 0.5. وصلت؟ وصلت. ده سؤال طيب مهم قوي. دكتور، طب دكتور انا السؤال عندي كان مشكله. عفوا قول. كمل. لا مشكله اذا بدك بعدين، انه نفس العصويب، بس كانت المشكله لما يكون عندي شكل هو اوريدي كمان له ارتفاع شكل، يعني مثل قوس ما هو النفس ده اللي كان هو ده بيطلع. نفس السؤال، ده اللي كنت لسه هقوله دلوقتي. اوكي، اضطريت اني ارسم لاين لانه ما قدرت اخذ لاين كان لا اوريدي لا، هو 3D، انت ما قصدك قدرت. ايه؟ قصدك ان هنا يكون في كيرف مثلا. ايوه، ما قدرت هو اني ده امحي، ما ده قدرت امحي اللاين لا، ما انا لانه هقول لك بقى. كان اوريدي هو اوبجكت مو اساسه ما هو ريكتانجل. ده السؤال بتاع عمرو اللي هو كان عايز يسالوني دلوقتي. يعني انا بستخدم، يعني بقول لعمرو كانه هو سالني وانا هرد عليه. لو انا حبيت اعمل هنا كيرف هعمل ايه؟ لو انا جيت هنا عندي على الشيب ده وهو 2D وهختار فيرتكس وهاجي من هنا كده يا ولاد، هتلاقي في عندك امر هنا اسمه ايه؟ ديفاين. يعني ايه ريفاين؟ ريفاين ده اللي هو بيروح امر بيضيف لي نقطه. مش فاهمك، مسكت الشيب اللي هو فيه امر سويب ودخلت على اللاين فيرتكس، وادي هنا امر اللي هو ريفاين، وهاجي هنا كده يا حاج عمرو على الميد بوينت واجي اقول له يا محمد انا هاجي اخد ميد بوينت بس، وهاجي هنا هضيف نقطه. ياه، بعد امر السويب. طبعا امسك النقطه اللي في النص، طبعا امسك الثلاثه دولت، كليك يمين كورنر، محدش ينسى، امسك اللي في النص دي واروح جاي طالع بيها كده، امسك الثلاثه دولت كده يا حاجه لينا، واجي اقول له هنا لو سمحت روح اعملي هنا فالت اهي. ما تنسيش مين يا لينا؟ الادابتر. ايوه، اجي هنا كده اهي اهي، انترفليشن فين هي؟ اقفل دولت وارجع تاني الامر سويبر. كيرف ولا مش كيرف؟ تمام. ضحك بس انه اخذت معي وقت ورسمت لاين فوقه وقعدت. معلش، واحده واحده. طيب لو انت عايز تعملي شباك هنا مثلا، والشباك ده قاطع يمين وشمال، يعني انت الشباك في النص والكورنيشه مكمله يمين وشمال، هتعمل ايه؟ هيا هلا، لاينات مشغولة بنفس المنطق، حاجه هنا كده اقول لو سمحت روح اعمل لي اضافه نقطه، يعني روح قول لي مثلا هنا امر ريفاين فين؟ في المساحه دي، الشباك هنا مثلا، ما انت معاك البلان في الارض، امسك ده واقول له ديليت. ايه ده بس كده؟ هل احنا عتبنا على برو بوليان في حته؟ أبدا. ولا جينا جنبها؟ طب امكانيه التعديل براحتك، طب انا عايز الخط ده اوصله، طب انا عايز الخط ده امده شويه، طب انا براحتك تماما اهي، انا عندي الشباك لغيتيه ضيقتيه اهو، انت فاهماني؟ لا والله عايز اوصله، حاضر خلاص اوصله، امسك النقط دي كده اهي وكليك يمين كورنر، همسك دي بالسناب اهي، واروح ماسك دي صاحبتنا دي كده من هنا اهي عنده، امسك دي لوحدها اهي، هاجي اخد منها، يعني اقصد امكانيه التعديل براحتك تماما في اي مكان الوقت اهي، وامسك دي اروح جاي اعملها ويلد، خلاص وادي الشكل اهي، ولا اي حاجه. يبقى كده امكانيه تعديل، امكانيه اضافه، امكانيه حذف، الموضوع سهل وسهل زي ما انت عايز. وصلت؟ مثلا وصلت. وصلت يا اولاد؟ الناس ساكته؟ وصلت تمام يا دكتور. دكتور. نور وندى؟ طيب منا؟ تمام يا دكتور. حاجه منا؟
منا تمام يا دكتور. انت كنت فين يا منا؟ ارو اعترف، ارو اعترف، انت عليكي كمية تاسكات للصبح. ما ان شاء الله هلحق اعوضهم بقى اليومين جايين دول. طيب حاسة اذنك لو انت في حاجة احتجتيها قولي، ماشي، شكرا يا دكتور. ابعتي لي بس مجرد فويس، انا في المكان الفلاني واقفة في الشكل الفلاني، وابعتي لي صور. تمام. انت في سنة كام يا منا؟ انا داخله رابعه يا نهار اسود، ده انت لازم تتفرمي ماكس طبعا. امال ان مين شاء هيعمل الله مشروع خير. تخرجك؟ ايه، مين اللي هيعمل مشروع تخرجك طب؟ لسه فاضل السنة على مشروع التخرج. معلش بس انت لما يكون عظمك ناشف احسن. عامة لا لا، لو انت مش هسيب احتجتي، نفسي. لو انت في حاجة وقعت فيها وانت بتراجع المحاضرات خلاص واحتجتني فيها قولي في اي وقت. ماشي، شكرا. العفو عليك. دي كده وصلت يا اولاد، فيها مشكلة؟ لا أبدا، طيب لا ثاني. تاخد منكم كام ثانية وتعملوها؟ دلوقتي لا مش وقت، هو حالا، ده انا هديكوا عليها كمان نص درجة المحاضرة النهاردة، هديكوا 60 ثانية طالما ما حدش قال حاجة، ماشي؟ هحط عليها نص درجة المحاضرة. لا تاخد ده قد ايه؟ دكتور، لا انا مو فاتحه 3 دي ماكس، هياخد وقت. تاخدي انا ايه؟ مفتحه برضو. طب انتوا لسه ما فتحتوش الماكس؟ لا فتحت الزوم ونسيت 3 دي ماكس. طب افتح الماكس وانا هوفر عليكم، هخلي بس ده كده مش موجود اهو، خد بالك، وهلغي اللي هم دولت اهو، اللي هم الكيرفات جديد اهو، هلغي دولت بس واقفل السناب، وهبعت لكم الفايل ده فيه بما فيه خلاص، يعني يعني كأن أمر سويت. يعني انت هتجربي امر سويب وهتعملي الكيرف وهتعملي القطعه، السكشن موجود والحيطه موجوده والباس موجود، مثالي كده ما تاخدش اكتر من تمام، دقيقه، ما تاخدش اكتر من 60 ثانيه صح؟ بس يفتح الماكس. يلا لحظة اه يلا أفتحه. انا الفايل هبعته لكم. عمل انا هعمل لك 18 يا عم. تمام يا دكتور، تسلم لي والله. انت لسه في أنا الشغل ولا روحت؟ لا لا، في البيت اهو، طب تمام بس انا ابتديت شغل يعني نفس الطريقه اللي احنا اشتغلناها. والله، طب خلاص تمام. تقريبا خد وقت قد ايه؟ او الكورنيشه دي اتعملت ازاي؟ الكورنيشه اللي فوق خالص، اه خلي بالك العواميد دي سهله، يعني ده بوكس، ده سلندر مثلا، ده ممكن بوكس تاني وعمله تيبر، هي القصه كلها في او الزيتونه كلها في دي. هو الكورنيشه فعلا كنت عايزه اسال عليها، عشان انا عملتها بطريقه طويلة شوية. أنا بعد ما عملت السويب آه. رحت عاملة edit poly، ايوه ورحت عاملة selection ورا، ورحت تمام شداها. اوكي. بص بقى دي ممكن اعملها بقى ازاي؟ حضرتك مثلا ممكن اجيب مثلا ادي ريكتانجل اهو، وادي السناب 2 دي اهي، وهاجي اخد فيرتكس مثلا وجريد بوينت اللي هي شبكه الارض، واجي هنا كده دايما خلي عينك وان الاكسس دي تبقى في النص عشان تضمن المربعات اليمين قد الشمال، هاجي اخد سيركل من الميد بوينت هنا اهو شايفه؟ طيب ثم هاجي هنا كده اطفي السناب ان انا مش محتاجها، الله الحق دي مضلعه، هاجي لينا، لينا رحت فين؟ هاجي هنا أهلا. الانفليشن وادابتيف اهي، ثم هاجي موديفاي، وهاجي هنا ادي اديت اس بي لاين، واول حاجه اقول هنا اتاتش واروح واخدها حاضر، واجي هنا ادي اس بي لاين، ثم اروح جاي هنا عامل تريم اهي، واجي هنا كده ادي فيرتكس واروح ماسكهم واعمل ويلد ماشي. تيجي بقى الجزئيه اللي فوق دي هعملها ازاي؟ هاجي هنا ادي فيرتكس، وهاجي هنا كده في امر اسمه ريفاين اهو، وحاجه اقول له لو سمحت اديني هنا في السناب محتاج ميد بوينت عشان احط هنا نقطه واحط هنا نقطه واحط هنا نقطه، وقبل ما اتحرك بيهم يا محمد اتاكد بس ان الاربعه او الثلاثه دولت كورنر بوينت. طب تمام، ثم اطفي السناب عشان ما يلقطش مني في حته انا مش عايزها، ثم هاجي للفيرتكس ده واروح طالع بيها كده، ثم اروح جاي ماسك الثلاثه دولت واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي ليهم فيلت، يا محمد اللي كنت سأل عليه، ايوه تمام يا دكتور. واجي هنا كده اروح مفلت، خدت بالك؟ طب معلش الكلام اللي انت بتقوله ده كويس، انا كانت هي بتسأل دلوقتي نيره اعتقد على الشكل الجبس ده الشكل ده. هتروح انت عامل ايه بقى؟ طالما ده 2 دي فانا من حقي ان انا اجي الاس بي لاين ده كده وحضرتك تاخد منه نسخه، هاجي هنا سيجمنتس واخد من ده كده شيفت وراح طالع من النسخه، وخلي بالك لو انت عندك 24 هيبقى كنترول مع شيفت.
24 اللي هو ايه 3 دي ماكس 24. خلاص هاجي هنا كده واقول له هنا ديتاتش، خد لي نسخه منه الاصليه. ماشي، ما تنساش تعمل ايه يا محمد، ما تنساش ان انت تيجي هيرارك افكت بيفوت وتروح خلي البيفوت في النص، البيفوت ده سنتر تو اوبشن، امسك ده والبيفوت اخليه هنا سنتر تو اوبشن. الله، هو انت قصدك ان انت هتعمل سيكشن وتركبه عليه؟ لا، ممكن اجي هنا كده اديت سبلاين واجي هنا ادي اس بي لاين واجي اقول لو سمحت اديني من هنا اوت لاين. طب ثم محتاج ان انا انزل بالشكل ده كده ابيته في مكان تحت. طيب بعد ما ابيته هغير بس اللون دي عشان تظهر، وانت دايما يعني راعي نفسك وانت شغال، وانت شغال ظبط الوان يعني مفيش مانع لحد ما ناخد الماتيريال عشان انت ما تتخنقش، تحس ان انت عملت حاجه كويسه. طلعت نايره؟ طلعت يا دكتور، بس الله، انا كان عندي، كان قصدي الكرانيش اللي هي اللي احنا بنقطعها، اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، اللي هي ايه اللي احنا لسه عاملينها؟ هي قصدي الكورنيش اللي عملناها بالسويش. اه احنا بنعمل بروفايل، بس دي البروفايل اللي احنا عملناه. مش هتتعمل كورنيشن لان دي ممتده، وهوريها لك دلوقتي. هاجي ادي فيرتكس واطلع بيها قيمه السنه اهي، واجي هنا كده الاكسترود امدها شويه عن اختها اللي فوق، وهاجي اخد اخر واحده واجي هنا. طبعا الكلام ده لو اتعمل على الكاد هيبقى ايه اسهل واسرع اهي، وادي اللي هي الجزئيه الاخيره اهي، وادي الاكسترود هتبقى اعلى من الاثنين اللي تحتيه. هي دي او ممكن في شيء بالصورة فكرناها كورنيش الصراحة. اه، بس هي او بص ما فعلا خلي اه خلي بالك لو هي كورنيشه هتبقى واخده ادي ضلع الثاني الثالث، لكن من جوه هنا فاضيه، فانت كده معاك الاختيارين، يا اما اعملها بالطريقه دي يا اما اروح اعملها بالطريقه اللي هي اللي انا ايه اللي لسه عاملها ده، على حسب مين. هل انت من جوه دي مليانه اه ولا لا، يعني هل هي هتمشي زي دي كده تبص من فوق تلاقيها مليانه كده اه او لا. وصلت؟ تمام، شكرا. طب انا عندي سؤال دكتور، لنفرض اسألي. انه اه بدي تمام، اعمل كورنيشة وما عندي غير هذا اللاين، انا عملت كرييت لاين وعملت تو لاينز لجوه العمق يعني لا ما هو انت عشان الكورنيشة تطلع لافة، صح ولا في طريقة تانية؟ اصل انت هتبقى انت مضطره تعملي الباس بتاعك ده والكيرف وده في ايوه التاني، انت ده اضطرارا منك عشان انت ما تبقى انت ماشيه عليه. هاي قصدي، بس اذا نفرض انا عندي بس اللي لافف وبدي اعمل اللي جوا، انا حطيت عملت كرييت لاين او اه كان موجود تمام، وبعدين عملت ويلد. بتاعت زيتونه ايه هقول تعالي شيلي ده خالص. انت محتاجه مين؟ انا محتاجه ده. ايوه ده اجيبه ازاي اصلا؟ حاجه من هنا باخده، هاخده ازاي؟ اللي بناخد السيجمنت الفوقاني بناخده كفر، ازاي امسكه ازاي وهو 3 دي اصلا؟ وانا لا محتاج، بنزل لا ما انا محتاج الخط ده معاهم. ها، لا انا هذا اللي عملته، عملت اني اخذت الخط اللي موجود وعملت باللاين كرييت لاين هتبقى وعملت صعبة، له، اه هتبقى صعبة قوي. اي كانت صعبة، فعم بسأل اذا في طريقة اسهل. اه طبعا في طريقة اسهل بس دي بفيلا زيادة دي. طب دكتور، هو انا لو خدت الكيرف ده من الشيب الاولاني بص بعد كده هو عملت له عمرو ديتاتش، بيحاول يفايت عشان ما ياخدش فيلا، بس ماشي انا بلح ماشي نعمل له ديتاتش بعد كده نرسم لاينين اليمين والشمال عشان ونعمل لهم تيجي اتاتش اه، اتنين. بس عشان انت تيجي تظبطه مع عمرو هياخد منك على الاقل مثلا 3 دقايق ولا حاجه. بص في حاجه اسهل، هتطابق حاجه من نفس الحاجه، يعني لو انت جيت هنا عند اديت ايه ألف مش ومن جوه ألف اديت مش مش هتلاقي مين، أتش أين وممكن مش اخد الادجز دي. هو انت عايز اني ايدجز، الايدجز دي ولا اني ايدج ولا دولت دولت فقط ولا اني ايدج؟ انا محتاج الايدج اللي هي الايه اللي على الاطراف اللي هي دي شايفها، ومحتاج اللي هي دي شايفها اه، بس دي مدغدغه. طب ما يبقى معنى كده ان انت عندك اديت مش هتنفع، لكن انا ممكن اروح استنصح واخد منها الضلعين دول. ايه ده؟ طب انت كده عملت ايه؟ مش فاهمه. اقول لو انت جيتي خدت الادجز دي هتلاقي في وظيفه عندك من تحت حاجه اسمها ايه؟ create shape from edges. طب ده عمل لي ايه؟ مش فاهمه. ده خد لي نسخه من التو لاينز او خد لي نسخه من الكيرف. طب ماشي، ثم
لو انت جيتي خدتي بقى من ده كده، ادي هنا موديفاي، واجي هنا كده ادي ادج، انا شغال هنا 2 دي خلاص اهي، ادي الاكسترود، واروح جاي هنا كده واخد على السيجمنتس واخد منها الضلع ده بس اللي هو ده، واجي اقول لو سمحت انا محتاج ده منه نسخه، واجي اعمله هنا ديتاتش. طب ما كانت طريقه عمرو اسهل بقى. بص انت عندك كذا حاجه وكل حاجه ممكن تختاري منها البدائل، وانت تقولوا لي دلوقتي اني اسهل واني ايه بالنسبه لك بقى. يبقى انا كده خدت مين يا عمرو؟ الكيرف واللاينين هنعمل لهم ايه؟ اتاتش بقى. بس بس الطريقه اللي انت قلتها اسهل بصراحه يعني، بس دي طريقه تانية بصراحه، عشان اقول لك الامر اللي هو بتاع ايه، كريت شيف روم ادجست، حاجه من هنا كده واروح جاي هنا كده واخد بالسناب، واروح جاي واخد مثلا منها فيرتكس اهي، اخد ده واروح جاي مطبقه، حاجه هنا سناب 2 او 2.5 اهي، واخد من جواه. يا دي خدت من اكتر من 3 دقايق اللي انت قلت عليهم لعمرو، ده عشان نفس الكلام اللي هي كانت بتقوله عندي ايه لينا، هو اني اسهل واني احسن واني ادق واني اوفر في الوقت. واجي هنا ادي ولا انا عملتها بطريقه اللي حكى فيها عمر بشكل عام، بس انا اخذت معي وقت اكثر لانه انا طبعا. الشيب نفسه ما كان عندي 2D، وبصي فاضطريت عشان اني لا، ارسم وبص عشان 3D. تيجي تظبطيها الموضوع يعني ما هواش بالسهل، ما هواش بالايه بالسهل بالنسبه لك، خدتي بالك؟ واظبط، وبعد كده ايه، يا اما الوالد تيجي يا اما الوالد ما تجيش، هتشايفهم بص شايف دي فين ودي فين؟ الفرونت يمكن ناخذها بالسنابر. ثم ابتدي امسك دي كده اهي، واجي اقول لو سمحت روح اعمل لي من هنا اتاتش اهي، واروح جاي واخد الشيب التاني، حاضر، واجي هنا كده ادي فيرتكس، اروح جاي ماسك البوينتس كده كلها اهي، واجي اقول له هنا كده ادي ويل لحمه النقط، ثم بقى اجيب السكشن بتاعي وابتدي ان انا اروح اركبه عليه. بس خلي بالك الشكل ده هيبقى ماشي مع الكيرف فقط، من جوه مش هيبقى مليان. وصلت؟ مثلا طب معلش في سؤال بس ملح يعني، انت جيت بتقول لي دلوقتي ادي هنا اس دبليو وادي امر سويب، والسوي بتاعك جه على شكل طب على عيني وعلى راسي مفيش مشكله، بس انا عندي بقى مشكله. طب انا دلوقتي ما عنديش الا الشيب ده يا عمرو، تعالى نصعبها شويه، دولت مش موجودين عندي، في حاجه اسهل ان انا امشيها ككورنيشه عندي على شكل ده؟ واحنا بنفكر بس بصوت عالي المايشه للباس ده، واللي هيقولها هشيل له فيلا من الاثنين طنار. انا مش فاهم السؤال قوي يا دكتور. حلو، انت عندك السكشن بتاع الكورنيش، انت قلت لي هرسم سكشن وهرسم خط طولي وخط مش عارف مين، في مظبوط. حاجه اسهل ترسم لي السكشن ده كده مره واحده، او تخليه دي بامر سويب مره واحده؟ هو يا دكتور هو كان السؤال الاول. طب اقول لك، طب انا لو جبت مثلا هنا ده ريكتانجل كده خلاص، وجيت انت مشيتي على ده وجيت هنا كده من موديفاي وجيت قلت له هنا اس دبليو اللي هي امر سويب اهي، واجي اقول له هنا يوز بيك، ورحت واخد السكشن ده ايه اللي طلع؟ أركب تركيب يعني. الله، يعني معنى كده ان انت لو رحت جبت كورنيشه مجرد سكشن كورنيشه هيطلع؟ اه طبعا هيطلع. احنا مش فاهمينك بصراحه، انت عايز ايه؟ بص ادي سكشن اهو اللي هو ده خلاص، وتعالى نطلع منه بسنة على طول سريعا، هاجي هنا كده من موديفاي واقول له هنا ادي اس بي لاين، وهتيجي من جوه ادي فيرتكس، وهمسك دي كده وانا جاي طالع بيها بالطريقه دي كده. محمد انت نمت يا محمد؟ لا مع حضرتك يا دكتور. طب ادي الشكل اهو، لو انت جيتي مسكت ده وجيتي هنا كده من موديفاي وجيت قلت له هنا اس دبليو اهي سويت، وجيت قلت له هنا يوز بيك، واروح واخد السكشن بتاعي ده، واجي اقول له هنا ده اعمل لي ميرور مثلا سواء فوق او لتحت. طب ماشي برضك، احنا مش فاهمين، وده برضك صغنن كده. خلي بالك السكشن ده احنا اتفقنا ان انت ما تستغناش عنه، ايه السبب؟ عشان انت ممكن تيجي تاخد الاضلاع بتاعت السكشن دي نفسها وتروح تغير من مكانها، يعني ممكن اجي هنا كده ادي فيرتكس واجي اقول له هنا مثلا ريفاين، وهاجي اضيف هنا مثلا نقطه اهو هو ماسك الباور. ادي ريفاين، وهضيف هنا نقطه مثلا وزي ما هي كده،
وامسك هنا السكشن ده نقطتين دول بس فقط واجي ارجع بيهم كده، او ممكن امسك البوينت دي كده واتحرك بيه. هتشوف حاجه؟ حد معايا ولا فين؟ معك تاني انا ريفاين اهي، وامسك هنا اضيف له مثلا ادي بوينت تاني اهي، وامسك التو بوينتس اللي هم اللي فوق دولت واطلع بيهم كده. هتشوف حاجه؟ يبقى انت ممكن السكشن بتاعك ده تغيره ويبقى ماشي حته واحده على حسب الكيرف. يعني نقصد يبقى احنا كده عندنا 3 بدائل. يعني انا اروح ارسمها كفاص واعملها زي ما انا عملتها في الاول، ممكن ارسمها كسكشن صغير ويبقى ماشي على الاطراف، ممكن يكون معايا الباس بتاعي اللي هو ده ومعايا السكشن ارسمه ويديني برضك نفس الشكل. انت تظبط ده صح؟ أسهلهم، ده أسهلهم. وصلت؟ بس وصلت. هذا ما بيعطيني الشكل من جنب مثل ما بدي، يعني يكون لافف. اه طبعا. عايزه بقى يلف، عايزه تزودي بوينت، لو عايزه تغيريها، عايزه تعملي كيرف من فوق وده وارد. يعني انا مثلا عايز مثلا سنه من فوق من هنا، خلاص انت كده كده السكشن معاكي. وممكن اجي اخد مثلا البوينت دي كده اهي، اطفي السناب وامسك البوينت اللي انا عملتها دي كده، اقول والله انا محتاج السنه دي تكون طالعه كده. شايفه؟ يعني السكشن بتاعك ده اوعي تروح تحذفيه. ماشي؟ وصلت؟ وصلت يا اولاد؟ هل حد يحب عادة تاني؟ تمام. طيب بص، هو من الرد انا مش بالع بصراحة، يعني انا مش مرتاح. طيب هقول لك، احيانا بيكون في عندي في الانتيرير من جوه في جبسن بورد مثلا، او بيكون في عندي كورنيشة وبحط جواها ليد لايت. انا شفت لكم فايل عندي من اللي احنا هنجرب عليهم موجود، اقولها لكم بس تشوفوها بعينيكم وبعد كده ايه نجربها سوا. يعني تعالى ناخد مثلا، تعالى ناخد فايل زي ده يكون فيه حتى على الاقل لايت، نشوف. زي دي كده شايفها؟ انا بتكلم عادي. ايوه شايفين. يبقى هنا في كورنيشه ونازله متدرجه ومن جوه في بيت نور مستني اللايت. عاملها ازاي؟ البروفايل رسمناه بس نرسمه من جنب الثاني مثل فيه فرغ، يعني ما بعرف فهمت عليه. نفس البروفايل تبعنا بس بنحط نقط زيادة وبنعمل فيه مثل حرف L. ماشي. ثم ونركبه نعمل امر سويب. اي يعني بس اصلا اصل البلان بتاعك، يعني لو انا جبت الكورنيشه اللي انا وريتها لكم من شويه او اللي انا بعتها لكم من شويه اللي هي اعتقد دي اهي، كورنيشه فين؟ اه ده السكشن، انا مش عايز ده دلوقتي اهو جديد خلاص، وده السكشن بتاعك اهو الصغنن ده، وادي البلان الانتيرير من جوه اللي هو طبعا بلان معاه دايره معاه على حسب شكل ايه الريسبشن او المكان اللي انت بتعمله. وهمسك دي واجي هنا كده من موديفاي والكلام ده احنا قلناه قبل كده، واجي اقول له هنا ادي امر سويب اس دبليو اهي، وهاجي اقول له هنا كده ادي يوز، واجي اقول له هنا ادي باك، واروح واخد السكشن ده. طبعا انت كده كده السكشن ده هيبقى من جوه، يعني كاني معمل ميرور. ماشي، بس انت لما تيجي تبصها دي كورنيشه بس، فين الحته اللي هيتحط فيها السبوتس؟ عاملها ازاي؟ ده بقى اللي هو اللي هيساعدك في الكلام. يعني ايه هيساعدك؟ هتاخد البوينتس اللي هي الاخيره دي هتشايفها وابتدي اتحرك بيها. هتشايف حاجه؟ انتوا معايا يا اولاد ولا فين؟ حضرتك دكتور. انتوا فهمتوا ان انا عمال الف وادور في ايه من الصبح؟ السكشن ده زيه زي وزي عينيك. يبقى انت من جوه حطيت شكل الكورنيش اهي، وهنا احط السبوت لايت، ومن جوه احط كمان بيت النور. وصلت؟ وصلت وصلت يا دكتور. طب الناس ساكتة. طيب تمام يا دكتور. اوكي كده اعتقد بقى خلاص الفيلا ما فيهاش حاجة تانية صح ولا فيها مشاكل؟ لو حبينا نعمل الأرميد اللي فوق ده حلو نعمله قوي. ازاي؟ بص أرميد. الارميد دي احنا اكيد مش هنعملها مانيوال خالص، لان هي دي بأبسط حال
هتكلفني كمية سيجمنتس لا حصر لها. طب ما دي ايه حلها؟ يعني هي ما تتعملش مانيوال؟ لا تتعمل طبعا، ما هعمل نص تيوب واكررها. بس خد بالك دي طريقة مش صح. طب ما ايه هي الطريقة الصح؟ في حاجة اسمها بلاجنز، ما اعرفش حد يعرفها اول. حد عارف بلاجنز؟ يعني ايه كلمة بلاجنز؟ حضرتك اتكلمت معانا في الموضوع عليها قبل كده. اه يعني اروح اجيب بروجرام صغيرة وابتدي انها تساعدني في الشغل. في بلاجنز الامر سويب، وفي بلاجنز احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت ولا قبل كده؟ ما تكلمنا عن لا بلاجن، قبل كده. ما طيب تكلمناش عليها، اه في ما في تكلمنا اه عن بلاجن ما اتكلمناش خالص صح؟ أبدا. يبقى كده فيلا لا زياده عندنا يا ليمي. متأكدة هالكلمة، ما تكلمنا عليها أبدا. طيب بص، في حاجه اسمها بلاجنز، انا مش فاهم يعني ايه بلاجنز. طيب مش انت يا لينا لما تحب ترسمي بوكس، مش انت هتيجي هنا كده على كلمه بوكس وتدوس عليها وتحط البارامترز بتاعتها؟ ايوه تمام. يعني ايه كلمه بلاجنز؟ بلاجنز دي يعني انت في وظيفه عايزه تدوري عليها تدوس عليها تحط البارامترز انت مش لاقيها. يعني مثلا واحد عايز يعمل ظرفه مطبخ حشو، هيروح يعمل لها ايد بولي ويعمل بارز وغير والكلام ده؟ لا، بروح انزل بلاجن واختاره واحطه مع سات الظرف. عايز اروح اعمل كورنيش، عايز اروح اعمل مثلا شكل اللي هي القرميد. احنا برضك مش مجمعينك قوي. بص بقى، انا مش لما بعرف ما بدي اجيب البلوجن، هي ما هاي هو ما هو المشكلة. للاسف البلاجن ده، يعني تعال نقول له هنا مثلا 3 دي ماكس بلاجن. طبعا هي اكيد لما تيجي تطلبها تطلبه فري، ان هي مكلفه شويه. خد بالك. طب اتفرج بتعمل ايه. ادي الايمج، في بلاجنز اهي هتشايفها. يعني انا ما بعملش كل السكاشن دي، ده انا بروح اشغل البلاجن ده وانقي وادوس من غير ما ارسم. في بلاجنز هقفل دي بس كده اهي، ادي الدرف الحشو اللي هي بتاعت المطابخ اهي هتشايفها. انا مش هروح اعمل كل ده، انا هحط له البارامترز قيمه الحشويه، قيمه الفراغ وهكذا. طب انا عايز بلاجن يطلع لي الشكل ده، عايز بلاجن يطلع لي مثلا بني ادمين وحفر. طب في مال ده ومال الارميد، انزلي بعينك كده تحت شويه، سواء ارضيات، في حاجه اسمها فلور جنريتور، في حاجه بتطلع على شكل اللي هو الخرزان ده، وفي حاجات بتطلع على الشكل ده، فاهمه؟ فين بقى الارميد؟ تعالي اقول لك، وادي فلور جنريتور اللي هو بيعمل لك البركان. ننزل بعينينا تحت دي الارضيات برضك. هو انت عايز تقول لنا ان انت مش عارف اسمه يعني؟ لا، انا ممكن اجيبه لك دلوقتي اقول له مثلا عايز حاجه اسمها افيز استوديو. ماله صاحبنا ده هو اللي بيعمل ده. هتشايفها؟ حد معايا ولا النت قطع؟ كل اللي مع انا حضرتك بعمله، كل اللي انا بعمله بختار الامر واقول له، احدد له بالسناب الاماكن اللي انا عايز اعمل فيها ارميد. ايوه ماشي، دي واحده بس. احنا نجيبهم منين؟ هقول انا حاطط لكم مجموعه كده باكج مع بعضها جوه المكتبه اللي انا بعتها لك. هتلاقي في عندك حاجه اسمها ايه؟ وفي حد شايف؟ انتوا عايزين دولت ولا مش عايزينهم؟ عايزينهم مش عايزينهم دولت والله. عايزينهم لا لا، عايزينهم اصل هي لا للاسف عايزينهم يا دكتور. هي كل واحده منهم بتاسك. يا نهار ابيض، يعني هي حلوه للدرجه. استنى بقى، خد دي، خد الزيتونه دي. فين افيد استوديو؟ اهو، وهخليك تجربه. وادي سويت بروفايل اللي هو بيعمل الكراميل، تعال نجربه سوا بقى. اللي هو ماله صاحبنا ده؟ انت بتقولي ده بلاجنز، ومين اللي بيعمله؟ واحد مبرمج بيتعلم بقى لغه البايثون، خلاص شبع من ماكس، بيتعلم لغه البايثون عشان يروح يصنع وظائف تسهل له شغل. بعد ما يصنعها يا اما هو يستخدمها يا اما يديها لنا احنا نستخدمها. طب هنستخدمها ازاي؟ هاجي من جوه الماكس كده، وهتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها ايه؟ سكريبتينج خلي بالك، سكريبتنج هي كلمه بلاجن، يعني هما الاثنين ايه نفس الموضوع. سكريبتر هو الكود، وبلاجن بيتعمل بيه بالكود. واكيد مش هعمل هنا نيو سكريبت، ده انا هعمل ران للي موجود جاهز عندي. فين هو؟ فين يا حاجه لينا؟ انا جبته اسمه سويت بروفايل. على الشمال 3-1 من فوق. خلاص، واجي انادي على ده. حاضر. ايه ده؟ ولا اي حاجه ظهرت. ما هو هتعمل هنا ايه؟ انستين انستول. نزل. نزل. طب هو موجود فين؟ هقول لك، موجود عندك هنا في التول بارز. هو اسمه ايه؟ اسمه سويت بروفايل. طب انت هتجيبه ازاي؟ معلش، هقف على اي واحده زي ما كنا بنطلع الشورت كاتس وبنطلع الاوامر زمان في اول محاضره. هدوسها على ايه؟ على اس دبليو. جه
جه لا لازم نعمل لود. لا لسه اهو، هدوس لود. حضرتك بقى واخده فوق وسط اخواته. اي معلش، طب انا استفدت ايه بقى من الكلام ده؟ ان انا بدل ما اروح وقدام العميل اروح ارسم سكاشن، لا انا هرسم الباس عادي، او هكون الباس بتاع البلان عندك، وهتيجي تدوس على كلمه سوي بروفايل هي. ماشي، ايه اللي طلع؟ آخر شيء من الكاستمايز صح دكتور؟ بص كده، عملت الله الله الله، ايه ده، انا ما رسمتش حاجه يا عمرو خالص او ولا اي حاجه، وتروح تكبرها وتصغرها زي ما انت عايزها. اسهل ولا مش اسهل؟ أسهل، بس ممكن آخر شيء كيف عملت بعد ما عملنا انستول رحت على الكاستمايز انا اي ولا حاضر اقولها لك تاني. طيب انا دي عايز اخليها بره، ينفع؟ عايز اخليها من بره. ايوه، ما انت مجرد ما انت بتستخدم دي يا عمرو، هو كده كده هو اوتوماتيك جاب لك سويب بروفايل او سويب، وتقدر تعمل ميرورز عادي خالص. اهي اسهل يا عمرو طب دي كده لو حبيت ان انا عايز اعمل ايديت في في السكشن السكشن. نفسه؟ لا باي باي كده. لكن يعني انت انا دلوقتي ممكن، لكن انت ممكن تعمل سكشن وتضيفه هنا، خدت بالك؟ تمام في البلاجن بقى اللي هو ابو فلوس، خدت بالك؟ لا ممكن تعمل بتاع دي. قشطة، الواحد يعدي البروفتور ايوه بالظبط. ايوه بس انت هتدفع. دافع بقى. لا ما انت دافع. بس مين، ما حدش بيدفع اصلا، خدت بالك؟ يعني انا هوريك اعتقد في بعض الحاجات، هم اولاد لذينه طبعا الكلام ده، هم بيدوك الحاجات القديمه ويطمعوك بشويه حاجات، فاهم؟ الواحد بيتعود على ان هو خلاص يكسر ويشتغل بيه. طيب خد بالك، هتلاقي الكلام ده بس عشان انا كاتب له هنا فري، خد بالك؟ فبيديك بقى اللي هي ما فيهاش تحديثات، الحاجه اللي هي تشوقك من غير ما ايه، ولا لا ده انا هدفع ومعايا في الاي تي ام مش عارف كام، هدفع. خلاص هدفع، فاهمني؟ وادي الافيز استوديو، هتلاقي كاتب لك مش عارف كذا دولار، مش عارف بعد شويه، خد بالك؟ هو واحد ممكن يديك الخطوات وهكذا وغيره وغيره وغيره. انت قلت لي لينا مش عايزاهم، صح؟ لا أنا عايزاهم طيب احنا قلنا دكتور هنعمل، مهندس سعيد أوي. طب تروحين على سكرتي؟ نعمل ديل سوا، حددلكوا تاسك مدته بالظبط 5 دقايق، حلو؟ بص كله سكت. تمام ديل، تمام يلا وادي عربون المحبه اهو، هبعت لكم ده تجربوه عندكم دلوقتي قبل ما نبدا الايه، قبل ما نبدا اوكي، الديل. بس دكتور عندي سؤال. نحن لا رحنا على لسه ما سكرتي عملك اللي انت عملت اللي انت عايزاها الاول، استنى عشان بص. قبل ما نجرب عشان لا ما انا بقولك اعملك اللي انت عايزاه وبعد كده اسالك زي ما انت عايز. بص، اوكي لما انت جيتي عملتي لي انستول، طلعت عندك اللي هي كاستمايز، هتجيبيه هنا من تول بارز اللي هي دي. هو اسمه ايه لينا؟ اسمه سويب، حاجه عليها كده، لحظة، اختار اي هاي واحد. كاستمايز يوزر انترفيس، هاي من كاستمايز اللي فوق هي ولا؟ هي، هتخش على تول بارز وتدوس على اس دبليو، هيجي لك شبهه ولو اسمه سويب بروفايل. انا سويت هاخد لك، بروفايل. خد لك برين سكرين اهي، وهبعتها لك على الواتساب. انتوا انا بعت لكم جوجل درايف بتاع المكتبه، صح؟ ايوه انا باقي لي كم وحده لسه ما نزلت. طب ايوه كويس، طب كويس، اهم حاجه يكونوا في نفس الفولدر وما تغيرش اساميه. طيب جربوا لي دي بقى وارجعوا، اللي هي سويت بروفايل. انا بعت لكم اللي هو اللي الفايل على الواتساب. بهزر، مش هتيجي حضرتك تروح انت عامله هنا ادي مثلا، هاخد ده شكل بيراميد. طبعا البيراميد دي ممكن ترسميها على حسب مزاجك بالشكل اللي انت حابه، سواء كانت مدببه من فوق او لا. ده الشكل مثلا، فين بقى في الاستوديو؟ فين عندك السناب؟ اهي ادي بيرتك، مش هتحتاج اكتر من كده. وراح جاي قال له انا عايز ايه تايل، وادوس وان كليك اهو، شايفه؟ طب ثم ايه ده، بس هي وشكلها وحش. لا ما هو مديك هنا كذا شكل برضك في حدود ان هو فري يا عمرو، خدت بالك؟ يعني مديك الاشكال دي يا عمرو، يعني مديها لك على اساس انها فري، ايوه فحاجه في القليل يعني. ماشي، طب معلش السايز، ممكن اصغر في الاكس والواي. ايوه ماشي، بس هو مش كده. طب الانجل اهي، طب معلش الكاونت براحتك اهي، في الاكس وفي الواي اهي. طب معلش الاوفست، انت ممكن ترفعها او تنزلها زي ما انت عايز، شايفها؟ اللي هي البارز والغائر. يبقى انت كل بس هو انت كده مش هيستفيد بالمجسم اللي انا عامله خالص يعني.
لا يعني هو ممكن اظبطه حتى لو مش موجود يعني. لا ما انت لا بس خد بالك، ما هو في الواقع عامل ازاي الفراغات دي، ده او ده بيبقى فخار على اصل الكتل اللي من تحت بالظبط. ومتثبته كمان على سياخ حديد، بس هم ما بقوش يعملوها كده دلوقتي، هو بقى يعملوها زي عارف انت الفرخ الكانسون دلوقتي كان لسه عاملينها في هندسه القاهره عندنا، بدل ما يجيبوا الفخار وللاسف شكلها قميء يعني. مش عارف انت نزلت هناك ولا لا، لا لا ما نزلت. بدل ما يجيبوا الفخار بتاع زمان، مع كمان ديك بتاعت الملك فاروق الملك فؤاد، فكان عاملينها فخار فخار. هم دلوقتي عملوا ايه؟ حطوا زي سجاده حديد قوايم حديد ولزقوا عليها اللي هي الشكل الشيب بس. الشكل، للاسف عامله زي فخ الكانسون كده متر متر وبلاستيك، فاهم؟ فبقت شكلها مش حلو. هو الطبيعي ان انت عندك حاجه تتسند عليها دي، خدت بالك؟ وانت انا ليه شخصيا لما تيجي تعملها ما تعملهاش يعني تعملها واقعيه حقيقيه يعني. وصلت؟ وصلت؟ وصلت. بس دكتور انت كيف ثبتت البلاك ان ذات؟ اظبطهم ازاي؟ هلا انت هذا عملته بطريقه ثانيه يمكن من سكريبتنج طبعا، بس. ما كل واحد، انا لسه كنت بقول لعمرو دلوقتي، انت كل واحد ليه سكته يعني، كل واحد ليه دليله، وبيديكي كمان حتى هنا كده في الشكل بتاعها بيديكي زي ديمو فيديو كده، بصي بيقول لك كذا بيتعمل شكله كذا، بيديكي فيديو معاه لان ده برايفت، ومن حق الشخص ان هو يبيع، فبيعمل زي ديمو بيفهم الناس، فاهمه؟ عايزها حيطه، عايزاها شكل كذا، حتى الصور مش لازم يكون شكله، هو بلاجنز وبيبيع، وكل ما بيبيع هو بيكسب. يعني كل واحد لازم يشوف الفيديو تبعه. طبعا كل واحد ليه سكته. طبعا بغير هالطريقة. بص، ما هو الكيرف ده في حد ذاته عشان تعمليه من غير بروبولين مش هينفع، اوكي انا خدت استفدت بالك؟ بس سحبت الفيرتكس بس عطاني مكسر ما غلط. ما انا هقول لك بقى، بص الصوره اهي، هي اهم حاجه ان انا استسك على الرسمه، اشوف احلها الاول، اشوف هي ممكن تطلع معايا ازاي، يعني هي دي بتبقى في نمره واحد من الموضوع يعني. هي أول مرة ما بفكر بالبروبيلين. يعني هو للاسف احنا هنبقى مضطرين ان احنا ايه، هنحتاجه في بعض الاحيان، عشان كده زي ما انا قلت لك كده، احنا جوكر، وعلى حسب الرسمه على حسب ما احنا بنشتغل. بص اهم حاجه زي ما كنت لسه بتكلم مع عمرو، غير الكيرف ده، ان انا الشكل بتاعي يكون متقفل 4/4 وسقف ارضيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت الزيتونه الاولانيه في الكيرف ده، يعني ايه يا نور؟ يعني انا هاجي من هنا كده واروح جاي عامل مثلا ادي ريكتانجل اهو، طيب ثم حاجه هنا كده من موديفاي، وحاجه اقول له سمعت هات لي هنا اديت اس بي لايت. ليه؟ عشان اجي هنا كده يا نور واروح ماسك هنا كده يا هاله الكيرف ده بامر موف واروح ساحبه بره. انا بتكلم عن النقطه في السناب عشان ما ايه ما تلقطش منك في اي حاجه. وظبط الكيرف، احنا خدنا كام نوع انواع نقط؟ خدنا اربعه، كورنر، سموث، بيزير، بيزير كورنر، ادي الاربعه بقى. الله الحق ده مضلع، خلاص احنا عرفنا الزتونه بتاعتها او سكتها اللي هي ممكن تكون هي انتربليشن ودي ادب، خلاص شكرا. ثم خلاص انت ما عندكش حل غير ان انت تروح تعمل اكستريم، وادي الشكل بتاعك. طب تمام، يا ايه ده كل ده؟ خلي بالك احنا في حاجه، انا بوسع لنفسي عشان اقدر اخد شوت داخلي من جوه، وفي نفس الوقت احنا لسه ما خدناش وظيفه كليبنج يا عمرو اللي موجوده جوه الكاميرا اللي هي بتقطع الحيط. طيب وبرضك الالوان نفسها خليها ابيض، وخد بالك الالوان اللي من انا هنا دي، فكرت فيها بطريقه اصعب شويه يا دكتور بصراحه، معلش ان انا واحده واحده. عملت عشان ريكتانجل كنت اعملها سويب واعدل انا في السكشن بتاعي. معلش، ما احنا بص هي اهم حاجه علاء اللي هي ايه، ان احنا نفكر ونحلل، والاسهل والادق بالنسبه لنا هو اللي احنا نعمله، خدت بالك؟ ونعيد تاني والف مره، ولا يكون على بال اي حد منكم يعني، ولا في مشكله. طيب بعد ما انت خلصت دي كده، وبرضه خلي بالكم الالوان دي لا تعتبر ماتيريال، انا محتاج منها ان انا اكون مقفلها على 4/4 وسقف وارضيه. اشمعنى؟ زي ما كنت بتكلم مع عمرو، عشان احتياجي وانا بحط لايت. الهدف الاساسي اصلا من اي شغل جوه الماكس ان انا اطلع صوره الرياليتي بتاعتها كانك انت مصورها. فعشان اوصل لدرجه الرياليتي دي، الناس فاكره ايه؟ ان انت الماكس هو اللي بيحلها او الفي راي، لا انت صاحب الموضوع كله. عايزها واقعيه زي ما انت بتشوف بره، زي ما انت تعمل. يعني انت الناس لما تيجي تعمل العواميد وتروح راميه السقف وتروح حامله حاطه الطوب وتروح عامله التشطيب، ما هو مش سايب خرم ولا فتحه عصافير او حاجه تخش منها، لازم يكون متقفل، ده الطبيعي وده الواقعي. فهاجي من هنا كده واروح جاي عامل ميرور مع قبر، ماشي. انا ممكن اعمل حيطه عاديه خلي بالك، بس انا بالنسبه لي اسهل، اروح جاي من هنا كده واروح جاي واخد ايه الحيطه دي من هنا، ماشي. هي كده كده غير مرئيه في الشط اصلا، مسامعني صح؟ ايوه
هاجي بعد كده، اه انت محتاج ايه؟ اه محتاج جنبين، يعني هاجي هنا كده بالسناب واروح واخد ده كده اهو، حاضر. ثيكنس او تخانه بدل زيرو خليه هنا واحد مثلا. ممكن اجي اخد موف واروح واخد ده كده اهو، شيفت واروح واخد من النسخه كده، مش بالحب، او ممكن كليك يمين اجي اخليها هنا كده في الواي زيرو، ماشي. طب ثم انا محتاج هنا سقف وارضيه اهي، يعني هاجي هنا كده بالسناب اهي. التخانه بتاعتك ايه؟ اي رقم غير الزيرو، وهاجي هنا كده اروح جاي واخد هنا شيفت واقفل السناب واروح نازل تحت. اهم حاجه تامن اربع ارباع سقف وارضيه، كليك يمين على موف ارتفاعها ما زاد زيرو، ماشي. ثم الاربع ارباع دولت هخلي اللون بتاعهم ابيض. حلو قوي الكلام ده. لا بس دقيقه واحده بس، طب احنا هنخش جوه ازاي؟ حته ان انت تخش جوه دي مؤقته لحد ما ناخد الكاميرا، ليها كذا زيتون. اولا انا ممكن اجي للكتله اللي فوق دي اللي هي سقف، كليك يمين واعمل لها هايد عشان انزل بيها جوه كاني راكب باراشوت. هتشايفها؟ انا كده بقيت جوه، هتشايف انا كل ده شغلي بالاوربت. هتشايف يا اولاد؟ اه اولاد شايفين يا دكتور. طيب، هكليك يمين وهعمل هنا ان هايد، انا كده خلاص بقيت جوه. طب السواد ده معلش، ما هو طبيعي ان يبقى في سواد، ده شيد. طب انا هعمل ايه؟ مؤقتا هاجي هنا من ستاندرد لايتنج اند شادوز، اشيل الشادو. طب ما هو متشال، اختار هنا هاي كواليتي وارجع اشيل الشادو، كانك بتعمل ريفرشمنت لكارت الشاشه. حلو قوي الكلام ده، ومحدش ينسى سيف عشان الحركات القرعه بتاعت المكس. طيب تمام. ثم فين بقى الشبابيك؟ وانت موجود هنا كده في الفرونت اهي، تعالى هنا. طبعا انت معكش مقاس الشباك ولا معاك حتى بلان، فانت بعينك هبتدي ان انا اجيب مثلا قيمه، او تكون انت عاملها كاد، ده قيمه مكان الشباك، اجيبه كده على جنب وارسم. هترسمه ازاي؟ هاجي هنا كده السناب، اروح جاي واخد من هنا فيرتكس ميد بوينت، وامسك من هنا يلينا كده وما اطلعش فوق، لا اجي على جنب القط على الفيرتكس، ثم اطفي السناب ده انا مش محتاجه. هاجي هنا طب كده في موديفاي طريقة كمان أنا لقيتها أسهل، إني أعمل فلت من الجوانب. او فيلت، طبعا ما على حسب شكل الشباك، انه ممكن يكون كورنر بوينت من فوق فتضطر تزودي نقطه، فهاجي اعمل هنا اتاتش واروح واخد دي كده، ماشي. ثم هاجي هنا كده ادي سيجمنتس. استنى، انت محتاج كتله يا عمرو اطرح بيها من الحيطه، وكتله اعمل بيها الشباك، فانت كده عندك حاجتين، دي اللي انا هطرح دي بيها من الغلطة الحيطه. اللي أنا غلطتها، إن أنا عملت البابولين بعد اه كده قعدت أدور إزاي إن أنا آخد ال هتحتاس، اه هتبقى مشكله. احتزت فعلا. معلش واحده واحده، اروح جاي ماسك دي كده واجي اقول له لو سمحت اعمل لي ويلد، حاضر. ما تنساش مين؟ لا هي معموله. طب طب تعالى هنا كده واجي اقول له اكسترود لو سمحت اهي، وادي الكتله وهرفعها. طبعا مش كل ده اكسترود، يعني هدي لها اكسترود معقول يعني، برضك ان احنا مش شغالين بمقاس اللي هو ده، وبيته جوه الحيط، والكتله تكون معديه لينا خلي بالك عشان تديك قيمه الجوده، خلاص. طب هي موجوده فين؟ اهي هدي بس الشغل على جنب اهي، مش عارف هل ده الكلام ده بيفيدك اه ولا لا، عشان انت ما حضرتيش، انتوا منا شويه. ادي كتله منه كام واحده، هاجي هنا ادي شاف واروح طالع منه نسخه ثانيه كده. طب تمام، حلو قوي، شكرا. في عندك ايه تاني؟ اه طب انا عندي بقى الشباك، هصنعه ازاي؟ اكبر ده بقى ونشتغل. عايز ايه؟ الشباك ده هاجي هنا اس بي لاين، واجي من هنا كده اهي، ادي اوت لاين اهي اهي. ثم في عندك خط في النص، تعالى بس واحده واحده، واروح اعمل هنا مثلا ادي ترم، واشيل مثلا من هنا الزوايد دي، الحاجه الوحيده اللي هي ممكن ترخم عليك وانت شغال، خد بالك اهي. اه ده تمام. طب هنا اهي اهي، اه في عندك دي انا مش عايزها، ثم اللي في امسك النص الدولاب دي برضه. اه دي اه كده. ثم اه معلش، ده انت في عندك خشب قماش، ها تعمل بمنتهى الاريحيه اللي هي الايه، ان انت تكون مرتاح وانت شغال، انت قاعد بتشرب فنجان قهوه يعني، والموضوع عبيط يعني مفيش اي حاجه خالص. اجي هنا كده وحضرتك هتيجي تاخد من هنا اتاتش، وحضرتك هتاخد ده. ثم هاجي هنا ادي اس بي لاينز، واعمل هنا تريمات للزوايد اهي، ثم هاجي هنا كده ادي فيربكس واروح ماسك كل النقط، واجي ايه ما انساش شويه. طب تمام انت كده خلصت. اه بس خد بالك ما تنساش اللي ايه، الازاز هتعمل منه زي ما احنا خدنا في الفيلا من شويه. طيب ودي حاجه مهمه يعني. طب ثم هتروح انت جاي من هنا كده، ادي الشباك اللي هو ده، واجي هنا كده من موديفاي واقول له سمحت اكسترود، حاضر اهو، واجي اديله هنا تخانه اثنين مثلا، خلاص.
عايز تعمل ازاز؟ اه ما فيش مانع، هكليك يمين واجي اقول هنا كلون كوبي، ماشي حاضر. النسخه اللي هي الثانيه دي انت هتشيل العظمايه اللي بره اللي هي دي، دي ليه؟ عشان يفضل مين عندك؟ اللي جوه فقط. حد معايا يا ولاد؟ فين هي؟ مع حضرتك. اهي اللي هي دي. وتعالى نغير الوان بس عشان تبقى الموضوع ايه، مبلوع، ما يبقاش ده على ده. يعني تعالى نخلي مثلا دي لونها بني غامق مثلا. طيب ودي بقى اللي هي الجزئيه اللي بره، اللي هي ان انا هكليك يمين بروبرتيز اهي، وهاجي اقول له فيزابيلتي مثلا 0.3 مثلا اهي. اوكي وامسك الاثنين، وحضرتك هتيجي تقول له جروب. خلاص يبقى انا كده معايا الشباك اللي هكرره. يبقى انت فاضل عندك ايه؟ اطرح الكتلتين دول. حاضر، همسك اصل الكتله وهاجي هنا للاسف، وبقول للاسف بجد عشان هروح استخدم ترو بوليان من هنا ستارت، وراح فاتح. طب فين الشبابيك؟ خلاص انت الشباك ده انت عملت له جروب، حضرتك هتيجي هنا كده بموف وروح ساحب دي كده من هنا بسناب، تفضل اسحب. واجي اخد فيرتكس بس فقط اهي اهي. تمام، هعمل بقى هنا ساعتها محتاج لوك حاجه، ادوس هنا شيفت واروح دايس كده الناحيه التانيه. اوكي يبقى انا كده عملت ايه؟ الشباكين. اخش بقى جوه. طبعا احنا لما نيجي ناخد الكاميرا الموضوع هيبقى اسهل، مش تقعد تخرج بره كده كتير. همسك ده كليك يمين هايب واخش جوه، انزل تاني بالباراشوت اهو، اغير الكادر بتاعي اهو، اندو كده اهو، ماشي ادي الشباكين اهم. ثم هاجي كليك يمين واقول له هنا انهار، ماشي تمام. طبعا لما هنيجي ناخد الكاميرا الموضوع مختلف، الموضوع هيبقى مش كل شويه. طبعا اللي انا هقوله ده مش شرح، بس عشان اثبت لك ان انت كل ما كان شغلك متقفل صح الاضاءه بتاعتك تبقى تمام. لما هنيجي ناخد الكاميرا، فالكاميرا الفي راي والكلام ده خلاص يعني قرب ان احنا نشتغل في راي، فهاجي هنا الفي راي فيزيكال كاميرا حكاريه واحده، وهاجي ادوس كنترول سي عشان اخلي الكاميرا تاخد نفس الوضعيه بتاعت الاوربت، ثم ادوس حرف السي، هتلاقي اسمها هنا